السلام عليكم شباب، اليوم علي وياكم في حلقة جديدة من مايك بشراكم في عرس محمود حبيل ماتم السنابس، ونروح نشوف المايك الحين وش يقول. سهكني ما أعرف أحسن سؤال اليوم خاص للمتزوجين، وبيكون لو يحصل لك تزوج الثانية. لا ما اقدر اخذ الزوج الفاني. ما تحصل نفس الاولى، مو على تخوف ولا شيء. لا يمكن اخذ علم محمد، اخذ الفاني والفالفه والرابعه بعد. اول واحده وخلاص واخر واحده. لا مجنون للاسف. لا انا واحده ما انا قادر عليها. لا يمكن اتزوج على زوجتي. يحصل لنا تزوجنا ما يحصل لي. هيهات. احنا متزوج بس ثلاث. ما باخذ الثانيه. لا ما اقدر اخذ الزوج الفاني، لان واحده فكفى مرتاح الحمد لله رب العالمين. نعمه ها ما تحصل غيرها. خو لا لا مو خذ خو لا 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 ما تحصل. لا ما تحصل. لا ما تحصل غيرها. لا 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 عزيزه ما اقدر، ما يطوعني قلبي. ما بوصل هالفيديو بدون ما اخذ الفاني. لا 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 ما اقدر ما يقدر يقولها. ابو قاسم بعدك شباب. انا والله اذا ما بنشر الفيديو في حكي غير. فاطلع اطلع كل سيده اتكلمت له موضوع مهم جدا. لا لا ما تاخذنا. انا اخذ بسأله. ما اخذ. وش السبب؟ مو السبب بس ما اخذ حق اخذ. الشرع حلل يعني. ليش تخاف؟ ناخذ ايه ياخذ ليش لا؟ زين. اكو ولد سالني لا اكو ولد يسمعني ولد بعيد قدام ولد شي اخاف قلت حتى قدامه. لا يمكن بس كلام. لا صدق اذا صار اذا حصلت حاصل لك خوش صيدة ها؟ ويزوج كله عذاب ان شاء الله. يا الله يا الله ان شاء الله انا بعد اياهم. مو احلى. لا لا مو احلى ولكن بارك له. ما اخذ. ايش صار؟ صدق؟ 100%. ما تحصل نفس الاولى، مو على تخوف ولا شيء. ما تحصل. اكيد؟ اكيد. لو بس قدام الكاميرا هالكلام. لا قدام الكاميرا من وراها اكو يعرفني ابو محمد ساله بعد. مستحيل. لو يحصل له. حتى لو يحصل ما بيحصل. الحين انا ثلاث بعد دي واحدة اربعة. ها. وتنصحهم ياخذون الثانية ولا ما تنصحهم؟ كيف ما انصحهم؟ لا الحمد لله ما احتاج للثانية. خوف لو وش السبب؟ ليس خوفا مو خوفا. والله ما ادري وش اقول انا هسه. جيت لي مرة واحدة زهقتني. والله شو صاير وش السالفة؟ فاجأتني الحين. لا خطيرين انتم. لا يمكن اخذ علم محمد. ما اتزوج ثاني. لا خلاص الحين وصلت سن قرب الستين ما ارغب انا في الزواج. لا مو خايف من زوجتي بس لا مكتفي بالاولى. مو تفكر خايف. لا ابدا ابدا. لا يمكن اتزوج على زوجتي. عشان من تعال وين رايح؟ وش يقول هذا؟ ألف مبروك. ألف مبروك. إيدك كذا يعني؟ مو إذا لم تتكلم ها؟ آخذ الفانية والفالفة والرابعة بعد. لا لا 100% لا تدير بال. أكيد 100%. وش زوجك تزوج؟ حكي. لو تزوجت؟ إيه. ما يحصل له. ما أمبي. أكيد. إيه. وش رايك يا صاحبي؟ عفينا عن الشغله ابدا. عفينا رحم الله والدي حبيبي. قلت لهم مستحيل هذا الفراق من ام احمد. مستحيل. خايف من الحكومه؟ لا ما اخاف انا. تعرفني صريح ام احمد انا. تبي جواب صريح؟ لا صريح ما اقدر اقوله. لا الحمد لله ما اخذ الثاني الحمد لله. ما انصح. اي اخذ الثاني ما انصح. انت ما تنوي ولا تنصح؟ ما انوي ولا انصح. وش لأن عواقبها أزم من فائدتها. ما تسوى عليه؟ ما تسوى. خصوصا إذا عندك عيال من الأولية فبيسبب لك مشاكل لا حصرا لها ولا أرض. لا والله ما أقدر. أول واحدة وخلاص وآخر واحدة. لا لا مو خايف.
الواحد اللي عنده مرة تصونه وكل شيء خلاص ما يقدر ياخذ غيرها. لا لا ما في خوف، الخوف من الله، ما في احد يخاف من احد. لا انا ما تلبسنا لحقها. بارك المعرس هلا ما احنا لا 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 ما اقدر لا العرس حلو لا مجنون انا لو يحصل لي لو يرجع الزمن ما اعرس لا لا الزواج حلو ولكن لا وقته للاسف لا لا يحصل لي لا ما يحصل الحمد لله قال لك الوالد لا تخربني الحمد لله ما نروح في الوالد لا الحمد لله كل شيء اوكي مو مقصره الحجيه وما نحتاج ان شاء الله مبروك ومن هالمال والعيال ما مزحتني شو اسم المرض نسيت تعال علي اسمع علي علي لا والله مزكم هذا هذا بيقول كلمه كورونا لو نعم كورونا لو عادي لا لا هذا لا لا مو كورونا لا انا واحده ما انا قادر عليها لا 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 ما يقدر ما اقدر ما اقدر ليش لان الجهاز مشاكل انا كبير شايب الحين ما اقدر انا لو يحصل اليوم لا ما اخذ يحصل لنا تزوجنا ما يحصل زين ولو ما تقول خايف من الحكومه لا تفضحني احنا نصور في الانستغرام فانتوا ما نطلع الحين بعد نطلع مشكله ها الله يبارك فيك الله يبارك فيه انا فيه الله يبارك فيه أنا؟ لا هو وش سوى عرس؟ حقوها عرس مجنون أنت السلام عليكم مبروكين إن شاء الله تضحك لهوة لا حقوها خير الحمد لله وحدة والحمد لله مين مقصرة لا لا حكومة بلاوي نسوان بلاوي لا تأخذ الجو بلاب مشكلة مشكلة وأحسن ترى أبو العروس عمي هلا هلا والمعرس عديلة إيه كلش ما فيني شدة لا مو خوف بس وفاء وفاء يسمونه واحدة بس تغنينا عن أربع في ظل في ظل الأوضاع ما يحصل وما بيحصل وإذا حصل زحمة حياة ما باقي شيء من العمر إن شاء الله تجيب حنش الجوال قول مبروك للمعرض ماما ألف موضوع شو؟ لا لا ألف موضوع إحنا بس نصور أنا أخاف عليها تموت والله أبغي بس عشان هذا السبب موقفني بس هذا اللي أقول لك هيهات لا تودي تبدا الكاميرا سأله مرة ثانية خلاص اكو الشباب هنا يسألهم احسن بعد هذا الظاهر فيها مشكلة عظمة يعني مني مني الرابعة وش نصيحتك ياخذون الثانية ولا لا؟ انصح والله بقوة والله انا مزوج بس ثلاث ياخذون الثانية ولا لا؟ والله يعتمد على الرجال نفسه يعتمد على قلبه انت اول سوي له فحوصات قلبية اذا نجحت الفحوصات خليه يتوكل على الله ان شاء الله الرابعة على قريب ان شاء الله بعد اي نتمنى ان شاء الله على ايد ابو حيدر يلا هذه ما بنشوفها احنا انستغراميين بس ما والله ما اعرف اتكلم في الميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم ماجورين مبروك اي صراحه انا الحين مستانس بعد حتى الاكل حلو ما شاء الله منو طبخنا ما اقدر صراحه لا ما تخوف اخوي بالعكس لو يحصل لي اخذ حتى الثالثه عادي بس ما يحصل بس ما يحصل بناخذ ان شاء الله اشعاد لا 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 خلاص الحمد لله مكتفين وش السبب مكتفين خلاص ممكن خايف من الحكومه لا مو خايف من الحكومه الامور كلها طيبه لا ما باخذ الثانيه لا يصير خلاص واحد كفاية على أم الحسن هيهات هيهات حقول طول عمرهم مو مصدقين بعد يعني إذا اسمه إذا رب العالمين يرزق درة زين يعني بتروح اسمه تلجأ إلى غيرها ليش يسمونها هاي يا عقولهم زياغة عيون زي طياحة حظ الحمد لله خلنا أخذ الأولى أول
بعدين نفكر في الثانية. ليه؟ ليش آخر الثانية إذا مستانس مرتاح؟ خوف؟ لا إلوش أخا. أكيد الإشارة خضرة عندي أنا 100%. أكا أبوي يسأله بعد. أنا لو توافق أم أحمد آخذ الفانية. شرط موافقتها؟ إيه شرط موافقتها. قلت لهم لا محمود كل واسمه يقولون؟ عادي. مبارك عطني إياه شوي. روح صور هناك أحسن. يعطيك العافية بشراكم، بشركم الله بكل خير، وفقكم الله لكل خير. إدارة قوية وتصوير متميز، ما قصرتون، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في كل عرس يا ربي تحصلون أوفر كل عرس. لا ياخذ أربعة، اللي ياخذ ثاني ياخذ أربعة، ما عليك منهم. لو يحصل لا. لا ما يحصل، حتى لو يحصل ما نتمنى الثاني، واحدة فقط. لا مو خوف، مسؤوليات الحياة تغيرت يعني. يعني زوجتي الصراحة مو مقصرة إياي، حق أخذ عليه واحدة ثانية. ثاني لو مقصرة إياي بأخذ الثاني. يعني يحصل لك وضع؟ لو عندي وإمكانية وكل شيء وزوجتي موجودة وهذه عليها ما أخذ عليها. ما في أمل. خوف؟ 100%. مرة مسترة وتلعب كاراتيه بقايا العادة. أنا خلني أخذ الأولى عشان أخذ الثانية أخو. أنا بعد ما أخذت الأولى لحين. أنا أفهم الدكتور. ديب والله. كلهم غلبونا مو الدكتور. لا. هذا ولدك؟ هذا ولدي. لا. لا طبعا الزواج الثاني مسؤولية أكبر، مو مسألة أنه زواج وخوف أو شيء. الوضع الحساس اللي هو البلد تعيشه مو بس المواطن الداير. فتكون تكتفي بزوجة وفية ومخلصة إليك أفضل من تتعدد. ترى السالفة الزوجة الثانية. خذ نص واحدة. لا مو واحدة بعد ثانية. لا لا عوار مو ما يسوى، مسؤولية حدها. لا مستحيل ما أخذ على مرتين. خوف؟ لا مو سالفة خوف. تعرف الوضع في البحرين إن شاء الله، وضع المادي وضع الحياة كامل يعني. هذا السبب. والسبب الثاني بعد إنه ما يصير تزوج على مرتك لين هي متحملة أبوه. إذا فيها بيزات باخذ بيزات بقبلها لها يعني. إذا عند الواحد ميزانية ترى الشرح للربع، ولا زرت أنا هناك بناس كثيرات ساكنين ما حد لهم. يعني أنت قلت له وأنا قلت له وهذا قال له وين روح الوقارة؟ بس لا تشوفون لي واحدة من على هذا رخيصة يا تكل على الله. 100 مرة ما آخذ بعد. بس قدام الكاميرا لا قدام الكاميرا برا الكاميرا. أكيد أنتوا إذا أخذت شو اسمه واحدة لو فلتين لو فلاف تقدر تعدل ما بينهم مصاريف عدل أنا. وبتنام هنا وبتنام هناك، وين بتروح؟ هاي بتروح هي في سيارة يمكن هي في سيارة، وهي بتاخذ لها سيارة بتاخذ لها نفس الشيء هذيك بعد. صار ابتلش له ما تسوى عليك، زارت عليك المصاريف زارت عليك. زين تبى تنام وقت اللي تبى تنام من هذيك تقول لك لا تعال نام عندي. وين سيف عمره؟ من خبرتك هي خبرة 100%. شوف بعد كل لك لأنه انت قد ما انت تشوف دارين اللي يتزوجوا ثنتين وتقعد وياهم تشوف بلاوهم زايدين وش في. قال والله يوم من الايام اتصلت لي هذيك تقول انا اخذ لنا كيلو وين سمك. زين رحت اخذ سمك اللي متصل فاني وين انت؟ قلت باخذ سمك. لا ايش اسمه مرتري ليش تبى سمك؟ قالت انا بعد اخذ لي انا ما اخذ شغلات. قال نفس ما تاخذ لي اخذ لي بعد. اغلب بيع السوق. اغلب بيع السوق.